ان شاء الله تكونوا بخير اليوم حبيبي. How are you? I am. Happy birthday. هاي لو مرحبا. مرحبا. كيف كون عيلة أنا صالة؟ إن شاء الله كل خير. اليوم. اليوم شو حيصير اليوم؟ شو حيصير اليوم؟ شو حيصير ميمي؟ أخ يا لوح وأنا. So, اليوم الفيديو اللي قررنا نعمله بصراحة كنا خايفين نعمله. مرعوبين نعمله. عملناه بالغلط على تطبيق 360. وأكلنا عراسنا من وراء. ولكن. ورجعنا هلا نصوره مشان نرجع ناكل عراسنا. يسلموا إيديكي. هذه هي الفيديوهات اللي بتجيب العيد. وأنا بعرف يا جماعة كون أنتم بتحبونا نقعد ونحكي معكم ونقلكم عن اللي عم بيصير معنا. ولكن بنفس الوقت بعض الأحيان نحن بنخاف شوي لأنه التعليقات تفهمنا غلط، تقروا الموضوع غلط. yes. يعني ونحن بنزاد هذا الفيديو لأنه خليناكم أنتوا تسألونا الافتراضات اللي أنتوا عنكم علينا أو شو بتتوقعوا علينا. yes. إنه شو الشغلات assumptions بيسموها. هذا كان يعني بيعملوه بفيديو أجنبي. في فيديوهات أجنبية بيعملوه عليه، ولكن نحن قررنا نعمله اليوم بالعربي. فالله يستر. كتبت أصالة على الإنستغرام ما هي افتراضاتكم أو توقعاتكم علينا، وما شاء الله عليكم. هلا يعني أنا ما بعرف شو أنا أخذت سكرين شوتات. عمل سكرين شوتات. أنا أخذت سكرين شوتات فعندي إياهم كلياتهم هون. ولكن نسينا نقول لهم، ولكن 3 هاي بيبي. ولكن براو ستارز ميمي. أوكي ميمي لك كسرتها. أوكي سو قبل ما نبدأ الفيديو تذكروا براو ستارز كيف كانوا عاملين المسابقة إنه بتربحوا آيبادات، آيفونات، لابتوبات. مددوها لآخر الشهر فلسه في وقت. فالمسابقة لسه عم بتتم لآخر الشهر. ومو حتكون واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، حتكون بالعشرات. أنا عارف إنه في كتير منكم بالمدارس محتاجين لابتوبات أو تليفونات، والخطوات كتير بسيطة، هي خطوة واحدة. اللي لازم تعملوا تنزلوا تحت على الديسكربشن، تكبسوا اللينك، عملوا داونلود للعبة براو ستارز، وانزلوا تحت واكتبوا دان وبس. وبس، وساعتها بتدخلوا بالسحب لتربحوا كل هالجوائز هاي في اخر الشهر هذا. واللي مو عارف شو براو ستارز صار لفتره اللعبه انا وانس عم نلعبها، هي اللعبه المفضله عندنا بلا منازع. ومثل ما قلت لكم صرت انا كثير شاطره باللعبه، ما شاء الله صار عندي PhD في كنترول عليها. الشيء الحلو باللعبه انه دائما في شيء جديد باللعبه، في براولرز جداد، في مودات جداد، شغلات كثير كثير جداد دائما ما بتوقف. واكثر مود بنحب نلعبه باللعبه اسمه النوك اوت، اللي هو لما الواحد بيموت ما بيرجع بيعيش. فلازم تنتبه، فلازم ما تموت وتساعد رفقاتك انه هن يفوزوا، مو مثل اصاله دائما بتخسرنا. انت اللي عم تخسر. قولي والله. فهون شفتوا كيف الواحد بيصير كتير competitive بهاللعبة. اوكي سو هلا حنلعب المود ناكا وحنلعب باكتر كاركتر انا بحبها اسمها بيل. يا ولد الله يا صاد. يا ولد شفت شو صايرة انا يا ولد على التقويش. هاني اذا متي رحتي، اذا متي رحتي اي ما حموت حتموتي. بلش الهوا حواليك من عينك. اتي دوري 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 دوري. No, 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 my turn, okay? And then you play, okay? Okay. Uli bravo. Oh, متى حتموت؟ لا لا قولي برافو. هني 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 حتموت. لا 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 حسيتك عم تمشي. No. شوف مين فاز؟ مين فاز؟ مين فاز؟ فيكتوري! يا جماعة هاي هي براول ستار. إذا حابين تربحوا بالجيف اواي تأكدوا إنكم أنتم تنزلوا لتحت داونلود لينك يا جماعة في أول صندوق الوصف، اكبسوا عليه وعملوا داونلود للعبة وبس. هاي هي، شكرا جزيلا براول ستار، كنتم أنتم دائما جزء من عائلتنا. دخلت إيدك بتمي. أوكي جايز المهم أوكي. خلينا نرجع. أوكي ميلا عم تلعب باللعبة. تعي ميلا هونيك حطينا التوقعات اللي علينا الله يخرب. اوكي صرعتني. طب هي ما قلتي له نعيما على شعراتي؟ او جايز نعيما واخيرا انا اتحمم قصدي قص شعره. اوكي بعد 20 سنه انا بصراحه تضامنا مع نوا لانه شفت شعره كثير حلو لانه جد حلاله اياه، فقلت لازم احلق كمان شعره نفس مثله اللي حيتمسخر علي يا ويله من الاخر. اوكي بنحبكم بتحبونا كل شيء. اوكي سو حان وقت نبلش الفضايح والفيديو اللي جاي. شوفوا انا اخذ سكرين شوتات هيك اوكي، وكل وحده فيهم من السكرين شوتات في اسئله حلو. فطلع شو حنعمل. انا اخذت كثير يعني مو واحد اثنين ثلاثة أربعة، كتير كتير كتير. أوكي فاللي حيصير إنه نحن مشان ما نضيع وقت كل واحدة بسرعة على السريع ومن غير ما تجيب العيد. جماعة بس ركزوا افهموا علينا، نحن بهالفيديوهات شوي منخاف فتوقف يعني من أنا ما بخاف إلا من ربي. بكرة بنشوف بيعطوكي كومنتات تحت بيفهموكي غلط بتقعد تبكي بالتخت مصلي. ببكي بعدين بصلي لربي. وبعدين شو بتقولي له؟ ليش الناس هيك مفكرين عني والله أنا. أوكي يلا جاهزة؟ أوكي سؤال أول بسرعة بسرعة الأجوبة. أوكي عائلة سعيدة دائما بدون مشاكل. وي وي غلط. طب شو أي سعادة بس يا حرام.
اوكي نو عنجد عنجد قولي له هلا ليك وغالبا فيني اقول 80% 80% ضحك وكذا ولكن في جد 20% بصراحه يا جماعه كنت حاول 30% 30% مشاكل بعدين قلت لا 80 ضرب 3 شو عم 30 اوكي سو شو الجواب طب الجواب يا بنت يعني الواحد طبيعي اللي متزوج بالذات في له خناقاته الخاصه اشياء خاصه فاحنا طبعا ما حنحط بس حاسس الجواب اللي انت عم تقوليه هيك كليشيه يعني كل دائما بنسمعه ما هذا اللي من الاخر جماعه كثير بنتخانق بس قلت سعاده فيني اقول 70 أو 80% ولكن في مشاكل بتصير دائما شغلات العلاقه بالتربيه ممكن انا مشكلتي مثلا ميلا بتحكي انجليزي اكثر من عربي بعده دائما بتتخانقوا على نظافه البيت وترتيب البيت صح صح احسنتم والله انت وانت عبقري اسمها لانه اتس مي هجهج فيني اقول هاي المشاكل اللي 20% بحياتي مشاكل التنظيف قصدي 80% بحياتك تنظيف ايه عم اقول لك عندي يا جماعه عنده عقده عنده مرض والله مريضه هل الانسان يا جماعه حدا عنده دواء له علاقه بهالشغلات هدول والله يعني امبارح كنا حنصور لكم هالفيديو ولكن تاجل لليوم بسبب تنظيف والله ما عم بمزح يا جماعه خلينا بسالكم شغله انتم بتشوفونا نحن دائما مثلا مبسوطين بالفيديوهات الى اخره هو اللي عم بيصير بصراحه انه نحن اليوم اللي بنتخانق فيه او اذا بتصير مشكله بنلغي التصوير yeah. فبتشوفونا مثلا ما نزلنا فيديو او اذا صارت مشكله انه ما حنضغط حالنا ونعمل حالنا عم نضحك وننبسط وبنفس الوقت نحن نكون متضايقين ما حنكون فيك ما ولكن نفس الوقت اكون هيك لو بدي اكون صح اللي بعده انه اصاله ما بتحب ميلا قد ما هي بتحب نوح جاوبي وخلصي الموضوع كذب مش على الله شو قولي له بتحبي نوح اكثر من ميلا نو هلا ليك وانا بحب كل اولادي نفس الشيء okay. وما بحب اي حدا يفرقني عن اولادي يعني لسه قبل امبارح كان عندي حلم مو حلو ما حابه احكي عن ميلا فقت عم بشهق بك وعم تبكي يعني ما حدا بيعرف قديش انا متعلق باولادي الاثنين فارجوكم رجاء هالسؤال اول رجاء قاطعا لن شو بيقولوا لن ولن ولن تكونوا صحيحين كله منك انت عملت هالاشاعه قسما بالله اذا بتعمل اشاعه ثانيه شايفين عيني الاثنين ايه؟ ميلا عين ونور وانا وين انا بيع كوسه انت بالقلب الله يا والله هالمقطع هاد والله تاخذوه تحطوه على الانستغرام تعملوا عليه هيك شغلات موسيقيات والله نعمل ريبوست لكلياتهم عيدية انا وين اصلا بالقلب شوف شان هيك يا سعادة وانت بالقلب يا احلى قلب اللي بعده انتم ما بتحبوا تتصوروا مع جمهوركم يا شو يعني اذا شفنا حدا بالشارع ما بنتصور no. بالعكس والله مندور على خليني شغله لسه والله ما انه قريته هاي لسه امبارح مقله لانس هون لانه احنا بامريكا ما في حدا يعني احنا اكتريتكم انتم ببلاد العربيه فعم قله تعال نعملنا رحله لهونيك عشان نشوف عيلة أنا صالة يا جماعه على فكره من اجل حكيت بدي فاجئكم بس ما انه حكيتوا وخربتوا على حالي سو خلص حتشوفيهم ولا ما حتشوفيهم حتشوفكم عن قريب بس بتحبي تصوري معهم بحب اتصور معكم يا جماعه على فكره احنا بس خلينا تعرفوا شغله عنا احنا اصلا اكثر شيء بنشتاق له لما نكون عايشين هون هو هالاحساس هاي والمشاعر هاد صحيح هلا على القناه الاجنبيه كثير عالم عم يتعرفوا علينا وعم نشوفه ولكن عيله انصال الهور الى مشاعر ثانيه العرب عندهم رحمه حب احساس بالمشاعر حاسس نحن على القناه الاجنبيه اذا غلطنا غلطه والله ليشلوا اللي خلفوه اوكي السؤال اللي بعده اتوقع عنكم من اكثر الناس اللي اشوفها باليوتيوب ما يهمهم المظاهر او الفلوس اهم شيء عنكم حب الناس وهذا يكفي فهمتي ايش شيلته شو رايك بالموضوع مظاهر يعني انه نحن ما بنحب المظاهر والفلوس همنا اكثر شيء نحن الناس تحبنا طبعا كلياتنا بهمنا انه نحن نبني حياه حلوه لنا لاولادنا للناس اللي حوالينا لمستقبلنا ولكن الطريق الامثل حتى تنجح بالمجال اللي نحن فيه وتكون فعلا من الاوائل انه تهتم بحب الناس ومشاعر الناس وتسمع اراء الناس وتغيير الناس وتضلك تفكر وانتوا عيله انا صاله بصراحه سند لنا بظهرنا اتوقع انكم انتوا افضل عائله الا فعلا ما شاء الله اول ذا لاف من السعوديه احلى اهل السعوديه انتوا كثير بتهتموا بالقناه الاجنبيه اكثر من القناه العربيه جاوبي لا بلا منازع لا يا جماعه الكور والاساس هي قناتنا الاساسيه اللي هي القناه العربيه اللي هي اصلا انتوا بتعرفوا عنا وبتعملوا عنا يعني بتحسسونا انه نحن جزء منكم القناه الاجنبيه هي عباره عن سنيبتس يعني حياتنا عم نضيف شيء على الجنب بنضيف شيء على الجنب ان قلنا هالشيء قبل انه عم نضيف بس شيء على الجنب على قناه الانجليزيه ولكن هي الاساس العربي واغلب الفيديوهات الكبيره بتشوفوها على القناه العربيه اغلب الشغلات اللي بتنحب تشوفوها على القناه العربيه بعض الشغلات اللي لها علاقه بالكلتشر الاجنبي يعني مثل ابل ستور عملناه هنيك لانه قريب للهي اما الفيديوهات الانجليزيه بتشوفوها اصلا معموله قبل بالعرب السؤال الذي يلي انت حامل ولا لا لا, لا. شفت صريحه لا لست حامل شو قصدن انه انا تخينه لانه كيف يقولوا انا حامل اذا مو قصدن انا تخينه لا هن عم يقول بالعكس انت نحفان انت نازل يا جماعه اصاله نازله كيلين باخر 4 ايام الف مبروك حبيبتي خمس ايام انا اسف السؤال اللي بعده هل انتم عندكم مشاكل مع اليوتيوبرز وانتم مخبيين الامر اوكي سو بصراحه انا ما بقول عندي مشاكل مع حدا ولكن عندي شو بيقولوا اراء عند كل واحد شوف يا جماعه من الاخر كل واحد عنده راي على الشخصيه بالكره القدم عندي احسن لاعب وعندي اسوء لاعب باليوتيوب عندي ناس بيعتبرون انا
كتير فخمين وتعاملهم محترم أو وكل يمكن شيء حدا ما... وناس تانيين بيكونوا أقل بس مو معنا يعني ما منكره حدا أو حدا بيكرهنا أو بالعكس. شو اسمه شو قصة البو؟ هاني هي بتروح على الزبالة وين ما بمسح 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 أوكي كملي كنت عم حاول أقول إنه نسيتني صراحة يا جماعة ألي جد 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 بحياتي كلها في واحد جد بقدر أقول عنه إني ما بحبه واحد يعني شب أنا عارف هذا واحد بس أنا أما غير هيك قليل ما نحن قلتك قليل ما أنس إذا little bit stubborn إنه بيقلك شو تلبسي وشو ما تلبسي وما بعرف شو يا جماعة أنا بيقلك شو تلبسي وما شو تلبسي yeah. قولي والله no, أحيانا بتنبهني يعني تذكر هداك الفيديو اللي صار فيه ما كنت أنا عارف الكنز شفاف ولا أنا كنت عارف بعدين يا جماعة بتعرف شو صار في فيديو بزمراته أصالة لبست كنزة كان باين علي شوي شفافة بس ما حدا انتبه علي أنا قبل ما نطلع من البيت قلت أصالة يمكن هاي شفافة يمكن وهي تنحت لي oh, no, كسلت اتسنات قلت لها خلص والله اتسنات اتسنات ما والله ما بعرف اليوم اللي بعده اكلنا عرس اما حكيتها قلت لها ليش تلبسي هيك لبس بعدين بقول والله كانت صح انه انس ببصبص هلا كل شاب ببصبص بيجي اوقات انا ما ببصبص يا جماعه اي جماعه وين عم بصبص انا قاعد بوجهك 24/7 واصلا ما هاي بالضبط كيف وين عم بصبص يخرب عقلكم انتوا والله العظيم هيك وجهي بوجه مرتي ولا بعمل يمين شمال قاعد بالبيت 24 ولا بطلع ما لي ولا طلعه غلط لا بهون ولا بكندا ولا بدبي كل طلعاتي لك انا بحس كل شاب ببصبص بس من الآخر بس هذا اللي بدي أقوله السؤال اللي بعده مشاكلكم لا تظهر على الكاميرا غلط ليكم يمكن أصلا حكينا كتير السؤال اللي بعده أنه أنتوا حياديين وتحتفظوا برأيكم لنفسكم عن كل شيء توكسيك بيصير بالسوشيال ميديا يعني مشاكل وهيك أنه نحن ما مندخل حالنا بأي مشاكل إلى علاقة السوشيال ميديا لما ناس يتخانقوا ونحن مبعد عنه صحيح 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 شو بيقولوا في مثل بيقول إيه ابعد عن الشر وغني له الله نحن عيلة على اليوتيوب حلو عيلة يعني مو بس والله أنا شاب لحالي أصالة لحالة اثنيناتنا سنجل لا عنا عيلة عنا ميلا عنا نوا عنا أهل عنا عيلة منفكر على مستقبل أولادنا ما حندخل بمواضيع ومشاكل وقصص والله وهذا عمل وهديك عملت يعني ما حدخل بعيلتي بهيك مواضيع ودائما صح إنه الواحد يبعد عن كل هالحكي هاد أنا والله لو كنت سنجل يعني أيام الشباب والله كنت عجبت بالدراما بس إنه يعني أصالة وقت الجوع ما عاد تشوف قدامها بالمختصر أصالة بتحب كرشها كشفتوني شو ما عندي شيء اقوله خليني احكي لكم شغله المشاعر اللي انتم يعني زمان احنا ما عملنا هيك فيديوهات تكون قريبه فعلا ونحكي لكم عن اللي عم بيصير معنا وابديت على حياتنا وكل شيء عم بيصير واظن هالفيديوهات بتساعد على هالشيء هذا ولكن في شغله بدي اياكم تعرفوها انه على قد ما نقدر شو ما عملنا بحياتنا حنحاول نضلنا نكون واقعيين معكم لكم فعلا اللي عم بيصير من غير اي زعل من غير اي شيء وباخر فتره الشيء اللي عم بيصير انه شوي بنخاف نعمل هيك فيديوهات مشان ما نزعلكم او نحسسكم او انتم يكون عندكم فكره عنا والفكره تكون نظيفه وحلوه ومحترمه وبعدين تزعلوا من كلمه احنا نقولها هون ولا كلمه نقولها هون فبس تنويه في اخر هذا الفيديو عرفوا انه نحن هدفنا انه نكون على طبيعتنا امام الكاميرا وبعض الاحيان لما تكون على طبيعتك بتكون شغلات انتم ما بتحبوها حدا ما بيحبها مو 100% حتقدر تعجب كل الناس فكونوا حبابين معنا عرفوا انه نحن مو قصدنا اذا حكينا اي شيء ضايقناكم بهذا الفيديو او الفيديوهات الغيره نحن مو قصدنا فبنتمنى انكم تتقبلوا الحقيقه واذا زعلتوا من شيء فنحن اسفين يعني سلفا صح مبين نحن خايفين على العموم كتير 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 بحبكم والله من كل قلبي وهي عم قولها عم بطلع فيكم الله يا أصول والله لو قلت أي شيء شو بيقولوا استروا ما شفتوا استروا ما شفتوا مثل ما بيقولوا كمان لا تنسوا المسابقة على برول ستارز عشان تربحوا والله بتمنى لكم تربحوا كل الآيفونات وكل اللابتوبات وكل الآيبادات فمثل ما قلنا لكم تحت بالرابط تكبسوا بتعملوا داونلود وبس كتير سهل واكتبوا دان تحت بالكومنتات اللينك بأول صندوق الوصف وبس وكمان لا تنسوا يا جماعة على القناة الأجنبية في كتير فيديوهات عم ننزلها كلها مترجمة بعض الأحيان بتاخد وقت لتترجم ولكن دائما بيكون فيها ترجمة فتأكدوا أنكم تروحوا لهونيك كمان تدعمونا وتعملوا سبورت للقناة الجديدة هاي على فكرة بعدوي زمان ما حسينا أنه جد عم نحكي لهم مشاعرنا أنا عم بحكي أصدق هل فعل إيه لك شو ليش ما عم نحكي شو اللي عم بيصير وهلا بنعرف بس لينزل الفيديو لا 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 بنحبكم كتير we love you so much خفوا من لازم تعملوا لا 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 تخنقي معن هل تخنقي بعد ما تسكري I'm going shopping. I'm going shopping. Let's just tell me subscribe. إذا أنت جداد على هالقناك بس subscribe. وهون فيديو أجنبي وهون فيديو أجنبي هون هون هون. وهون في دويرة شو فيها؟ هون دويرة حتجيب نص خلقتي. Yeah. فك بسوا لما أنا ما. عشان subscribe. هاي بتعمل subscribe. Yeah. سلام عليكم. Bye bye.